كرة وفي المرمى. الله رجع من جديد عبد الله موسى راح يعليها وعلاها وعلاها وفوز نيتش على النتيجة علاها على جهة اليمنى بترويبا يرسل كرة. مروة تقدم بنترويبا عرضية خطيرة بالراس لقد عملها بوجينيت عملها بوجينيت كرة وسط هذه المحاولة الآن خطيرة والثالث لعب الثالث عملها الخطير روخوفسكي كرة ملعوبة وخطيرة وجول أول في المباراة هدف أول لفوز بوزينيتش والمرمى بوزينيتش في الكورة الله 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 يا الجزراوية الله عن يومها انتصار للاتحاد الله الثالث يا بوزينيتش فشلت الهداف صعب الرابط عشان هو اللي دخل الكرة يلعب الجول عن إرسال كرة أمامية بالفعل خطيرة فوزينيتش الله نجح أخيرا سجل أخيرا فوزينيتش علي مبخوت علي يا ولد تصويبة ومتابعة تاني التعادل سبحان الله التعادل يأتي الآن بلاعب تعبير الحاوي اللمزيني الله يضغط تاني الجزيرة يطلع نفسه بوزو يلعب لبوزو الله 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 الله, الله, الله. يطلع الجزيرة نفسه حميد ناصر كرة موجودة الآن إلى بترويبا خطيرة يا عيني يا سلام ضربة جزاء بوزينيتش يتقدم جول واحدة من الكرات الجيدة في مباراة اليوم على الأقل كرة خطيرة فرصة موجودة جول وهذه كرة خطيرة فرصة الله اللي بدأت في الشوط الأول خطيرة جول يفعلها بوجينيت الكرة تتخلص ترجع توصل إلى الجيل ياخذ كرة ينقل بوجينيت يلعب الكرة جول عن طريق بوجينيت لمعرض الكرة بينما هنا علي مبخوت يحاول يسجل يمرر بوزينيتش الله الله بوزينيتش يسجل